السيد الوزير المحترم، الكل يقدر المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة من دعم الفلاحين من أسمدة وبذور وشعير، لكن مع توالي سنوات الجفاف أصبح الفلاح خاصة البسيط يقاوم بكل إمكانياته البسيطة حتى وصل إلى الباب المسدود بسبب غلاء كل المواد. لذا نطالبكم السيد الوزير بالزيادة في الحصة المدعومة وبشكل عاجل وبدون استثناء، سواء الفلاح البسيط أو المتوسط، حفاظا على الاستقرار في العالم القروي وعدم الدفع بهم للهجرة نحو المدن، وخوفا من الاختفاء التدريجي لهذه الفئة الهشة ومغادرة مناطقهم القروية والجبلية بحثا عن لقمة العيش الكريم. وفي الأخير نطلب من الله الغيث عز وجل الغيث. شكرا.